الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم دخولها فجعل لها ذكرًا عند الدخول وذكرًا عند الخروج، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخولها أن المرء لا يجلس إلا بعد صلاة، فإن دخل المؤمن والإمام يصلي تبعه على صلاته ما أدركتم فصلوا، وإن دخل المؤمن المسجد والصلاة لم تقم بعد فينظر في الحال، إما أن يكون دخوله قبل صلاة لها نافلة قبلية مثل صلاة الفجر، فإن دخل المؤمن وقت صلاة الفجر قبل أن تقام الصلاة فهو يصلي ركعتين بنية أنهما ركعتا الفجر القبلية، ويندرج ضمناً فيهما تحية المسجد، ولا حاجة لأن يأتي بعد ذلك بتحية المسجد. وإن دخل والصلاة صلاة ظهر ولها أربع ركعات قبلها والصلاة لم تقم بعد، فيصلي الركعتين الأولين على أنهما من الركعتين القبليتين قبل الصلاة، ثم يصلي الركعتين اللتين بعدهما، لأن السنة في الظهر أن تكون أربعاً قبل الصلاة. وإن دخل بعد أذان المغرب أو بعد أذان العصر أو بعد أذان العشاء فهذه الثلاث الفرائض ليس لها سنن قبلية، فتكون الصلاة التي صلاها تحية مسجد لا تقع على غيره، تعد نافلة مطلقة على أنها تحية مسجد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.